FM. الكلمة ليك. على سلامتكم، مرحبا بكم في الماستر تيك. مبلغ بقيمة 3 مليار دولار ومدة زمنية تقارب تقريبا القرن من الزمن لعلاج كل الأمراض. هذا ما وعد به كل المالك متاع شبكة الفيسبوك مارك زوكربيرغ وزوجته زادة اللي اسمها بريسيليا شان، اللي هي نهار الأربعاء 21 سبتمبر اللي فات، وين التزام الثنائي هذا بضخ مبلغ 3 مليارات دولار خلال 100 سنة القادمة بهدف مساعدة كل الناس في الوقاية والعلاج مختلف الأمراض اللي تسيب الجنس البشري. وصرحت بريسيلا أنه زوجة مارك زوكربيرغ أنه زادة هي اللي في الواقع طبيبة أطفال، وأنها هي وزوج متاحة، وإن أمضوا سنوات الأخيرة في النقاش مع عدد كبير من العلماء والخبراء والأطباء اللي أخبروا من المعادلة هذية ممكنة الحدوث، أنه زادة باش يجربوا معنا يخوضوا الرهان هذية. الملياردير الشاب اللي عنده عمره 32 سنة توقع أنه توا بالنظر للمعادلات تعمل الحياة البشرية، فأنه اللي هي بذية باش تمكن من الحصول على وسائل الكافية من هنا إلى نهاية القرن الحالي لإيجاد العلاج لكل الأمراض، وعلى الأقل جعل الأمراض المميتة في أيامنا هذه قابلة للتعامل معها. ونذكر زادة خاصة الأمراض السرطانية والأمراض العقلية كما الزهايمر وغيرها. أول هي باش تقوم بها باش نحكيو على الكوبل هذايا والمقدر ب 600 مليون دولار، وباش يتم زادة استغلال في إنشاء المركز البيولوجي الضخم اللي اسمه بيو هاب اللي هو في سان فرانسيسكو الأمريكية، وين باش يعمل زادة فيلق من الباحثين على تطوير الأدوات مزيد الدراسة وفهم الأمراض الكل. هذا المركز اللي بيش يجمع المهندسين والعلماء من 3 جامعات مرموقة في كاليفورنيا الأمريكية. وصرح زادة زوكربيرغ أنه ثم إمكانية لاستغلال الأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي اللي هو الارتيفيشال انتليجنس هذا في الغرض، وبيصير نحكيه على الاشتغال في المخيلة متاع المخ البشري على سبيل المثال، أو تدريب الآلات اللي بيش تقوم وحدها هي بدها بتحليل الجينومات اللي هما بيش يمكروا من تسريع النسق متاع الأبحاث. كما نعرفوا بالفعل أن الشعب الكوري الشمالي مش الجنوبي ما عندوش النفاذ للانترنت مثل ما هو زادة موجود في بقية بلدان العالم، لكن تم خطأ صغير في التعامل مع الشبكة في كوريا الشمالية، سرب بعض المحتويات الكاملة للمواقع المحدودة اللي يسمحوا للكوريين الشماليين أنهم نجموا نافيجيو فيها. بلا شك البلد هذا اللي هو الأكثر انقطاع على الانترنت في العالم، في كوريا مثلا الشمالية تم 7200 شخص هو عندهم الحق في النفاذ للانترنت، واللي هم أغلبهم موظفين وتابعين للحزب الحاكم، كموقع على فيسبوك وتويتر ويوتيوب اللي هي ممنوعة منذ وقت طويل. وهو ما يدعو للتساؤل حول ما هي يعني شبكة الويب بالضبط في بلاد كما هذه، واللي المعروف خاصة بنظام ديكتاتوري بإشراف أحد الشخصيات المعاصرة إثارة للجدل اللي هو كيم يونغ أون. دونك اليوم نحكيو على بداية الأسبوع هذا تمكنت مجموعة من الهاكرز للنفاذ إلى إجمالي المعلومات المتعلقة بالقواعد متاع البيانات الكل وعناوين الإنترنت في كوريا الشمالية، مستغلين الهافوات في التعامل مع الشبكة ارتكبتها أو ارتكبها مهندسين معناها نتاع إعلامية مسؤولين. كيفاش غازي؟ الله يرحمهم نورمالمون. دونك المهندسين هذوما المسؤولين نتاع الإعلامية اللي مسؤولين زادة على صيانة النظم الإعلامية، واللي تمكنوا زادة الهاكرز هذوما من فك رقبة معناها رقابة على مجموعة من المواقع الويب المتطورة من معناها بلوتو زادة المسكرة من قبل الزعيمة نتاعهم، واللي هي مستضافة على يعني الخوادم الموجودة كل معناها موجودة في كوريا الشمالية، واللي هي معناها قبل نشر المواقع هذه للمنصة الاجتماعية كما إيمجور وريدت هذوما الزوز. دونك اليوم نحكيو على مات برينت اللي هو مهندس الأمن المعلوماتي في موقع الأمريكي اللي اسمه ماذر بورد، اللي هو قال أول معناها اللي هو أول ما اكتشف الثغرة هذه قال عنا من توا معلومات تقول إنه ثم 28 موقع ويب أكهو ينجموا يدخلوا له الكوريين الشماليين. بيصير نحكيو على 7200 اللي عندهم حق النفاذ، هذا هو جديد بالنسبة لكوريا الشمالية. تعتبر شركة لونوفو الصينية من شركات التكنولوجيا الرائدة وخاصة على مستوى السمارت فون في السنوات القليلة اللي فاتت. دونك اليوم نحكيو على التليفون الجديد نتاعها اللي اسمه لونوفو كاسانك نوت، بالنسبة للبروسيسور نتاعو اللي هو A7020. دونك التليفون هذا فيه جاذبية تقنية حلوة برشا، خاصة من ليكرون نتاعو اللي باش تكون فيه 5.5 بوص فول اتش دي بريزولوشن نتاعو 1080x1080 بيكسل. بالنسبة للبروسيسور نتاعو باش يكون عند ميديا تيك MT65 67
55 اليو بيتين وكيف كيف زاد نحكيو على الرام نتاعو توصل حتى لل 3 جيجا وبالنسبه للستوكاج انترن تبدا ابارتير من 32 جيجا بيان سور قابله للتمدد اذا كان نزيدوا الكارت ميكرو اس دي. بالنسبه للكاميرا باش يكونوا كيما جل الكاميرا نتاع السمارت فون جدد توا في 2016 يعني 3 ميجا بيكسل بالنسبه للكاميرا العاديه و... سامحوني 8 ميجا بيكسل بالنسبه للكاميرا القداميه يعني تاع السيلفي والباتري بتوصل حتى ل 3500 ملي امبير بارور. دونك نحكيو على الاندرويد 5.1 لو ليبوب اللي هو موجود برشا والتليفون هذا دوبل سيم وفيه كونكتيفيتي 4 جي فيه بلوتوث جي بي اس وكل ما يحكي على الكونكتيفيتي. بالنسبه للسوم نتاعو اللي هو بيان سور هما برشا برشا ناس نحكيو على التسهيلات تسهيلات في الدفع 63 دينار شهريا لمده عام 81 معناها 81 شهريا لمده 9 اشهر والا 117 دينار لمده 6 اشهر نجمو بيان سور تحكيو على عام زمان بالنسبه للتليفون هذا واللي سومو يبدا ابارتير من 638 دينار. أنا شركة اليو البارح الخميس 22 سبتمبر في بيان خاصة أن المعلومات الخاصة المعناها المزمنة في حسابات 500 مليون مستعمل على الأقل تمت سرقتها من طرف مجموعة من الهاكرز واللي هي منذ عامين كاملين في انتهاك بنسيو نحكيو على الصارخ هذايا اللي عاد من أكبر عمليات السطو الإلكترونية المعروفة على الإطلاق. دونك اليوم في بيان لها قالت شركة يو أن المعلومات الخاصة بالمستخدمين بمعنى ما نحكيو على الأسماء نتاعهم واللي زميل نتاعهم نحكيو زاد على النمر التليفون والدونيسونس نحكيو حتى على الباسبورات نتاعهم وحتى في بعض الاحيان لي كيسيون سكري تعرفهم هذوكم اللي باش تنجم تطلع تم سرقتها سنه 2014 بدعم من دوله ما. دونك هنا ثم دعم من عند دوله مازال لحد الان ما تمش الكشف عليها ونحكيو على شركه ياهو انه الدوله هذه متورطه في القضيه هذه واللي هو امر خطير برشا يطرح اكثر من تساؤل حول مدى امن الشبكه العنكبوتيه. عمليه القرصنه نتاع ياهو تبقى واحده من اهم الاحداث مؤخرا باعتبارها في الموقع هذا اللي اكثر ازدحاما اللي دخلوا له تقريبا اكثر من مليار مشتغل شهريا واللي هو ذايا حسب ما حكيت عليه بسور اضخم الشركات في العالم واللي هي فيرجن كوميونيكيشنز الراعيه لشركه ياهو. دونك هذا هو بالنسبه لياهو اللي هي مشكله كبيره خاصه من ناحيه البيراتاج وحتى لي مود باس وكل شيء عندكم الدوني نتاعكم ديما رد بالكم خاصه كي عندكم جيميل ما تعملوش برشا على التليفون على خاطر باش نكشركم اليوم على تكنولوجيا جديده اللي برشا يخموا في التكستو يقول لك باش نعمل ادريس ميل ونحط النمر التليفون نتاعي ويجيني ميساج على نمر التليفون و سي بون ما ينجمش بيراتيوني لا ينجمو بيراتيوك وقت ينجمو يعملو ديفياسيون للميساج اللي يجي من عند جوجل ويتعدى معنا ديريكتومون بالكريبتاج للتليفون نتاعو هو وكيك ينجم هو يحل بيان سور يعني الايميل نتاعك اذا كان حد ادريس معناها غلط والا مود باس اوبلي. كاب اف ام الكلمه ليك.